أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين last part with تجويد word by word. إن شاء الله پڑھیں گے. پارا نمبر 23 ہے. جز نمبر 24 پارا نمبر 24 ہم نے سٹارٹ کیا ہے word by word. تو یہ لاسٹ پارٹ ہے آف سورۃ یاسین. آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آن لائن قرآن سیکھنے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر بیرون ممالک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها مد ہے اس کو جمع پڑھیں گے یہاں بھی مد ہے قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم وقف کریں گے تو الذي پڑھیں گے ٹھیک ہے الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا فور واتشنج برادرز اند سسترز. اخواني واخواتي سورة ياسين کمپلیٹ ہو گئی اور نیکسٹ سورہ سورة الصافات سٹارٹ کریں گے. پارہ نمبر 23 ہے, جزء نمبر 23 انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے, قرآن ٹیچر یو ایس اے کو اور قرآن ہوسٹ کو بھی سبسکرائب کیجئے, فیس بک پیج کو لائک کرے, فالو کرے, ویڈیو کو شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.